مين فينا ما بيحبش يعيش بالشكل السليم وبالصحة الجيدة طال عمره أو قصر؟ المهم إن هو يعيشه بصحة وبعافية. الأكل والشرب عوامل رئيسية وأساسية جدا بتحدد صحتنا، مش بس الصحة الجسدية أو صحة أعضائنا، لكن كمان بتوصل للصحة النفسية، ممكن تأثر على الحالة المزاجية وممكن تأثر بينا على البناء الجسماني نفسه والنمو، خصوصا في السن المبكر أو سن الأطفال وحديثي العمر. بنتكلم عن أكلات يمكن بنعتادها، أكلات جاهزة، أكلات سريعة ممكن تضرنا، لكن كمان في البدائل بالأكلات الطبيعية اللي هي مش مصنعة. ونتكلم عن مواد لازم ان احنا نقللها في اكلنا، السكر، الملح او ما يسمى بالابيضين دايما، كمان الكربوهيدرات، ازاي زياده الوزن والسمنه نتفاداها، وازاي نتفادى الامراض الناتجه عن هذه المواد الضاره في الاكل او الاكثار منها. صحيح يا هبه، يمكن حديثنا من النهارده تحديدا هيبقى عن اضرار السكر. السكر كلنا عارفين ان هو من الاشياء اللي المصريين بيعزوها جدا، ودايما يمكن في صعيد مصر تحديدا تلاقي الشاي معاه 3 4 معالق سكر، بيسموه الشاي يعني ايه الصعيدي. ولكن هل ده مضر؟ هل ده ممكن يعمل ايه في اجسامنا؟ ايه علاقه ده بارتفاع معدلات الانسولين؟ بصحبتنا الدكتوره منال عز الدين الباحث مع تكنولوجيا الاغذيه، هتكلمنا عن كل هذه التفاصيل. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضراتكم، وصباحكم مسكر. وزي ما حضراتكم بتقول النهارده هنتكلم عن السكر. السكر ليه جانب ايجابي وجانب سلبي، لان دايما بنقول شعارنا لا افراط ولا تفريط. السكر الجسم محتاجه لانه محتاج الجلوكوز اللي بيدي طاقه للخليه. المخ عندي ما يقدرش يشتغل من غير جلوكوز عشان يقدر يركز ويكون في حاله وعي طول الوقت. المشكله بتحصل ان احنا بنفرط في كميات السكر المتناوله، فبالتالي بيصبح السكر من اكثر المواد سميه وبيسبب 90% من الامراض المنتشره اللي موجوده حاليا. خلينا كده في بدايه الامر نشرح للساده المشاهدين السكر بيشتغل ازاي في جسمنا. سبحان الله، احنا اول ما بناكل السكر الجسم او خلايا الجسم ما بتقدرش تتعامل مع السكر بشكل مباشر، يعني ان السكر مش هيقدر يخش الخليه، لازم في خدمه التوصيل للخليه. اللي بيقدم خدمه التوصيل للخليه هو هرمون الانسولين. طيب يعني السكر مفيد لكن الاكثار منه طبعا. امتى اقول ان انا دي نسبه عاليه هتضرني؟ لما بيحصل يا فندم ان هرمون الانسولين اللي بيوصل السكر للخليه، لما هرمون الانسولين بيوصل لها السكر خلاص، لو كميه السكر في جسمي مناسبه الخليه بتاخده وبتبتدي تشتغل عليه. طيب السكر زياده عن حاجه الخليه، بيبتدي الانسولين يوجهه للكبد، الكبد هنا بيبتدي يحوله لحاجه اسمها الجلايكوجين. الجلايكوجين ده بيكون وقود للجسم في حالات الجوع او الصيام لساعات طويله، لان انا اثناء الصيام مثلا ما باكلش سكر، ولكن الجسم عايز السكر وخصوصا المخ، يبتدي الكبد يضخ الجلايكوجين في الجسم مره تانية ويوفر. طب الكبد خد مخزونه من الجلايكوجين، الفائض هيبتدي الفائض ايه؟ السكر عالي في الجسم، الانسولين عالي لانه بيحاول يسيطر عليه طول الوقت، فيبتدي الانسولين يحول السكر الزياده لخلايا دهنيه في منطقه البطن، فتبتدي من هنا تحصل عندي اول مشكله وهي مشكله السمنه. الانسولين لما كمان بيبقى عالي طول الوقت في الجسم وخصوصا للاطفال، هرمون النمو ما بيقدرش يشتغل معاه في نفس الوقت، فيكون هرمون النمو نايم ومريح والانسولين هو اللي عالي، ومن هنا بيجي اضطراب في نمو الاطفال. لان انا راكنه ده سبب السمنه المفرطه اللي بنلاقيها في الاطفال. ده سبب يا فندم السمنه المفرطه، لان الانسولين عالي، السكر بتحول لخلايا دهنيه السكر، فبالتالي بتيجي السمنه. السمنه بقى عندي كمان بتعمل لي ايه؟ بالنسبه للسيدات بتزود نسبه تكيسات المبايض اللي بتسبب طبعا اضطرابات هرمونيه وتساقط شعر ومشاكل خاصه بالسيدات. عندي السكر لما بيعلى الالتهابات بتعلى في الجسم، فبالتالي الكوليسترول بيفرز بكميات زياده عن المعتاده، يعني هو جسمنا بشيء طبيعي الكبد بيفرز كوليسترول بنسبه ملائمه بشكل يومي، جزء من شغله اليومي، ولكن لما بتزيد الالتهابات بيزيد الكوليسترول، هيزيد عندي الكوليسترول، هتبتدي الاوعيه الدمويه عندي تتاثر، يبتدي القلب يحصل مشكله، الاوعيه الدمويه اتاثرت، يبتدي يظهر عندي مرض الضغط. كمان الانسولين طول ما هو عالي في الجسم وطول ما السكر عالي
بيبتدي يحصل عندي حالة من النهم والشعور بالجوع طول الوقت، لأن من أضرار السكر الزيادة أنه بيديني شعور بالجوع لفترات طويلة. يقولك الحاجات المسكرة بتتهضم بسرعة وتحس تاني. هو مش بتتهضم بسرعة، هو الأنسولين بيحاول يسيطر فبينزل نسبة السكر وبيزود عندك بزيادة الشرح كمان بالضبط، فبتزود من هنا النهم والجوع كمان. أنا الدهون عندي، خلينا نسأل عن السكر الصحي، هناك بدائل للسكر اللي الإنسان ممكن ياخدها بشكل صحي. تمام. إيه هي أبرز النباتات، أبرز الأشياء، أبرز الأكلات الصحية اللي ممكن الإنسان يستفيد منها من غير ما يضر جسمه؟ طبعا إحنا أشهر مصادر السكر عندنا سكر القصب، سكر البنجر، بعض المحليات الصناعية اللي موجودة في الأسواق. كل هذه الأنواع من السكر هي أنواع ضارة على صحة الإنسان. يعني مفيش حاجة اسمها سكر طبي، مفيش حاجة اسمها. المحليات الصناعية أغلبها مع الابحاث ايوه، بس مثلا البطاطس ممكن تدي للانسان سكر. ده حقيقي، بعض الاكلات نقدر ناخد منها السكر. يعني حضرتك مثلا عندنا دايما اقول البديل الامن ناخد عسل ابيض. العسل عندي فيه مضادات اكسده، ولكن هو في الاول وفي الاخر ماده سكريه، فما ينفعش افرط في تناولها طول الوقت واقول انا باخد حاجه صحيه، ولكن ليها جانب ايجابي، فيها معادن، فيها انتي اوكسيدنت. عندي طب ما انا مش ممكن افقد القيمه بتاعته لما احطه في الحاجات السخنه مثلا احلي بيه؟ الى حد ما بتفقد القيمه، ولكن مهما فقد قيمته هو ملهوش نفس الضرر بتاع السكر الابيض النقي اللي حضرتك بتضيفيه. يا ريت ناخد السكر نعتمد على السكر من الفاكهه، يعني الفاكهه كلها فيها سكر فركتوز، مصادر الفاكهه بالظبط كده، التفاح، الجوافه، كل انواع الفواكه السكر فيها فركتوز الجسم بيحوله في الكبد لصوره يقدر الجسم يتعامل معاها. والعيش برضو اعتقد، والعيش فيه، ولكن انا دايما بقول لو هناخد حاجه فيها سكر يا ريت اخد الحاجه اللي فيها الياف زي ثمره الفاكهه. مؤشر السكر ما بيرتفعش في الجسم مره واحده بسبب وجود الالياف في العيش، وجودها في الفاكهه بيكون مفرمله، فبالتالي السكر ما يرتفعش مره واحده، بالتالي الانسولين ما يرتفعش مره واحده، بالتالي انا ما اشعرش بالجوع. عشان كده دايما اقول الفواكه من الحاجات الكويسه، لان الفواكه على فكره في الخضروات فيها الياف زي البرتقال بالظبط، والخضروات عندنا في خضروات نشوية زي ما حضرتك ذكرت، البطاطا، الخضروات عامة فيها نسبة سكر، ولكن اللي بيفرمل ارتفاع السكر عندي هي نسبة الألياف. من الكوارث المنتشرة المحليات الصناعية اللي موجودة، وللأسف هذه المحليات موجودة في التصنيع الغذائي لبعض المنتجات الموجودة في الأسواق، وخصوصا حلوى الأطفال. مشكلة المحليات الصناعية أنه مع مرور الوقت زي الإسبرتام اللي موجود في المشروبات الغازية دي ليها سايد إفكت على الكبد وعلى أجزاء كتيرة من جسم كمان الإنسان. كمان السكر اللي بيستخدم في المشروبات الغازية يقول لك ده علشان الرجيم أو الدايت، دي خدعة، ما تسمى بالدايت، خدعة كبيرة. هو فعلا بيستخدم مواد تحلية أو محليات صناعية زي الإسبرتام، هي حضرتك بتديك شعور بالطعم الحلو، ولكن جسم الإنسان ما بيضحكش عليه، لأن أنا بشعر بطعم السكر. صحيح. بيبتدي المخ يقول لي إيه ده أنت بتاكل سكر، يبتدي يهيئ المعدة للحاجات اللي هي تشتغل عليها سكر، وهو مش سكر، هي مادة كيميائية في الأول وفي الآخر، فالإنزيمات شغالة، المواد الهاضمة شغالة عايزة تهضم سكر ومش لاقي سكر، فتديك شعور بأنها وجوع أكتر. صحيح. دخلي له سكر أنا عايزة أشتغل، فبناكل كميات أكتر مع السعرات الحرارية أو مع المشروبات الغازية. صحيح. عايزة أقول لحضراتكم كمان، لأن ناس كتيرة بتستهون بحاجة اسمها مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. صحيح، مضرة جدا، حوالي 8 معالق سكر ده حقيقي. الكنز الواحدة، فده طبعا من الحاجات اللي بتزود نسبة الالتهابات وزيادة ده طبعا الوزن. بالإضافة للمواد طبعاً الأخرى الضارة. فكل ما كانت الحاجة صحيح. طبيعية، كل ما كانت صحية وأفضل. من نحسن صحيح. من شرب المية. وضحت وجهة نظرك دكتورة منال عز الدين الباحث مع دكتور الأغذية، شكرا جزيلا.